هذا صعب حي حي دا ودي حي حي دا طيح عليك شي حاجه شي إذن متابعينا الأوفياء، لا زالت حملة تحرير الملك العمومي التي يقودها قائد منطقة تيكوي مستمرة هنا بمنطقة الحج من أجل إزالة كل الأمطار الغير القانونية وإزالة كل الشوائب التي تعيق حركة السير والمرور وأيضا تعيق المارة بالأرصفة. فكما كتشوفوا معنا فحملة شرسة وحملة تطهيرية هذه الصبيحة تحت إشراف السلطات المحلية وأيضا الشرطة الإدارية في المنطقة كما تشاهدون معنا، من أجل إزالة كل الواجهات الأمامية لعدد كبير من المحلات التجارية التي تحتل الأرصفة وتحتل بطبيعة الحال الأمطار الغير القانونية هنا بمنطقة تيكوين وبالضبط بمنطقة الحج كما تشاهدون معنا على المباشر. فحملة تطهيرية واسعة تقودها السلطات المحلية بلا هوادة من أجل تحرير الملك العمومي على مستوى منطقة تيكوين وبالضبط في منطقة الحج كما تشاهدون معنا من خلال هذا البث المباشر. أيضا هذه الحملة الشرسة، فأنتم كتشوفوا بطبيعة الحال يعني السلطات المحلية وأيضا الشرطة الإدارية تقود هذه الحملة التطهيرية من أجل تحرير الملك العمومي بالمنطقة.
خاصنا انا مضيع خاد مضيع Thank you.